الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. نكمل المحاضرة رقم 5 وندخل الآن بالموضوع الخاص بمحاضرة هذا اليوم، اللي هو إحدى المواضيع اللي تابعة للموضوع العام اللي هو اسمه الريسورس مانجمنت. فقلنا إحنا بعد ما نعرف الموارد وراح نعرف إن كل فعالية تحتاج فد مورد معين، مثلا تحتاج اسمنت، يعني مثلا تحتاج موارد، تحتاج موارد بشريه مثلا مهندسين، عماله يعني نانو سكيل ريسورسز، تحتاج اكويبمنت كرينات، مثلا احيانا تحتاج فد شخصيات متمرسه مثلا اللي هم خلينا نقول حدادين خاصين، جماعه المتعهدين صب، اكو تخصصهم نجارين اللي يسوون القالب، تخصصهم نجار حداد على مود اعمال التسليح والصاب. فكل فعاليه لها فت فقرات معينه. احيانا شنو اللي يصير؟ طبعا هذا الموضوع اللي هو اسمه العام اللي هو خلينا نقول تسويه الموارد بصوره عامه، هذا ما يجري على كل الفعاليات، كل الموارد اللي داخله بالمشروع، يجري على مجموعه من الموارد، المجموعه اللي هي المجموعه الحرجه، فنوع واحد او نوعين. لان ما ممكن انا اسوي، يعني مثل ما راح تلاحظون بالحسابات، انا ما ممكن اسوي تسويه لمورد معين واجي النوب اسوي تسويه لمورد اخر ممكن نسبه معدل توفره يختلف عن المورد الاول، واضمن ان المشروع راح يخلص بنفس الوقت او تواريخ البدء والانتهاء الفعاليات راح يظل نفسه، فراح اصير خربطه. فعاده يتم النظر، يعني أنا أنظر لي المشروع على استيجات، مثلاً نجي على فقرة الأسس أو إلى فقرة الأعمال الترابية أو إلى فقرة أعمال التسليح بصورة عامة، خلال فترة من الزمن أثناء تنفيذ المشروع أجي أشوف أي من الموارد اللي هو كريتيكال بحيث أحتاج أسوي للتسوية، وإلا يعني يعني عملياً إحنا ما نسوي تسوية لجميع الموارد. فالهدف من هاي التسويه شنو؟ انه انا مثلا على سبيل المثال عندي احتاج على سبيل المثال مثلا حفاره، هاي الحفاره تحتاج من عندي انه انا حتى اوصلها للحقل لودر في التريلر توصلها للحقل، انه بعد ما توصل للحقل هي تبدي تحسب علي اجر يومي، اجر كلف يوميه للعمل. اذا كان توزيع الفعاليات مالتي بطريقه بحيث يصير عندي مثلا احفر يومين واتوقف 3 ايام، لو ارجع احفر يومين واتوقف 4 ايام، هذا استغلال يعني غير جيد للموارد. لان انا ممكن لو فرضنا انا خلال الايام اللي ما بها حفر اقول له بالحفاره يا مولانا العزيز توكل على الله انا ما احتاجك ما اعطيك يوميه، ممكن هو يروح يشوف العقد بغير شركه ويشتغل، ولما ما اجي احتاجه باليوم الرابع ما أحصله ولا أقدر ألقى غيره، خاصة إذا أنا قاعد أشتغل مثلا بحقل نفطي أو بمنطقة أصلا بيها مشاريع واجد والآليات مستنزفة، وأنا أصلا يعني المشروع عايش على أجار الآليات وليس أنه أنا ممتلك للآليات، وهذا اللي هو غالبا ما قاعد يصير بالحقول النفطية سواء بالرميلة أو بغرب القرنة أو باقي المواقع، فغالبا يأجرون، يعني ما يجي شركة، ما معقول اكو شركة خاصة، لأن يعني طبيعة السلف اللي تنطل للمقاول تختلف، مو مثلا بعض مثلا احيانا بعض العقود اللي تابعة للدولة مثلا تعطي سلفة تشغيلية، مثلا مشروع ضخم 30 يعني 300 مليار 400 مليار تعطي مثلا 10% سلفة تشغيلية، يعني هاي بحدود يعني خلينا نقول 30 مليار، هاي ممكن المقاول يشتري آليات حتى يدفع العمل مالته. لكن لما ما العقود الخاصة بالشركات الأجنبية غالبيتها هي من النوع اللي مو يعني إنه أنا لازم أشتغل وأخلص شهر كامل والنوب أرفع سلفة والنوب ورا السلفة تصادق النوب في 70 يوم 90 يوم يلا أحصل. فهنا أنا معناته لازم الشركة عندها فدخل قوي مال آليات، يعني مال الفلوس يلا تقدر انه تشتري هذا الكم من الآليات، لذلك هم يأجرون، غالبية الشركات تأجر. فلما ما انا أأجر واكو خلينا نقول شحة بالآليات وانا ما مسوي موارد، يعني فعالياتي ما مرتبة بشكل صحيح بحيث اضمن استمرارية بفقرة معينة، يعني حفر انا عندي استمرارية بالحفر، يعني عندي الديزاين واضح اعرف بالضبط انا وين احتاج احفر، اجيب الحفارة اطقطقهن كلتهن وفي مال. لما ما يكون هذا التذبذب
موجود إنه أنا أحفر يومين وثلاثة أيام أنتظر على ما ينفتح لي عمل جديد، على ما تكمل أعمال مساحية، على ما أكس أكس واي، ممكن هنا أنا راح يصير يا أما أضطر يعني أجرها أجار شهري، وهاي الأيام اللي ما تشتغل بيها بعدها تحمل الفلوس مالتها، وهذا هدر يعني بكلة في المشروع، بالنتيجة راح يأثر على الأرباح النهائية. أو إنه أنا يعني أخل يعني خلينا نقول أنهي خدمات، يعني أجرها يومين وأقول يا بثي ما لا من أحتاجك خابرك، فهذا بالنتيجة بعد ما يجيني، يعني قل لك أنا بعد المن جاي أشتغل هنا، أنا أشوف لي شركة أشتغل يعني أشتغل عندها شهر كامل أحسن لي. ونفس الشيء ينطبق على بقية الفقرات، مثلا عندي كادر تسليح، عندي مثلا فقرات أسس بسيطة وورا مثلا فد ثلاثة أيام أربعة وأسبوع يلا تنفتح الثانية، أجيبهم اليوم يشتغلون هنا، أنا خلصوا شغلهم يدرون يتعلمون فد عشرة أيام يلا يشتغلون، لو أعطيهم رواتب وهاي خسارة، لو أنه أصرفهم وجزء ما أحصل غيرهم، لأن يعني أنت الفريق خاصة إذا مثلا تشتغلون بشركات مثلا بالحقول النفطية، الفريق اللي تدخله داخل الحق اللازم عنده تصريح أمني وهوسة ويعني واجد أمور حتى يقدر يدخل، فأنا إذا دخل أسبوعين أو أسبوع والنوبة يروح والنوبة مرة ثانية من عيد أجيبه ما حصله، ولازم أشوف لي تيم ثاني وأسوي له تصريح، يعني هاي أذية، هم بنفس الوقت راح يسبب تأخير بالتنفيذ ويستلكؤ بالتنفيذ العمل، ممكن هاي الفعاليات هي كريتيكال بالنتيجة يتأخر المشروع ككل، فصير سمعتي أمام الزبون يعني غير جيدة. فهنا من نجي احنا نسوي تسوية للموارد، نجي انه نحاول يعني هاي طبعا أثناء هسه احنا بالتخطيط، هسه كل هذا اللي قاعد نسولف به احنا أثناء مرحلة التخطيط، احنا ما قاعد ننفذ، هسه بعدنا المفروض نخطط عدل حتى قبل يعني يلا ننفذ، نوب ما نريد ننفذ، هاي نسولف بها ان شاء الله بغير وقت، شو نضمن ان اللي خططناه يكون صحيح، لكن انا الان اريد يعني خطتي من البدايه تكون جيده حتى انا لي قدام مرتب وضعي فيما يتعلق بالموارد، لان انا بما انه عرفت فعاليات شنية فاكيد راح اعرف شنو الموارد اللي احتاجها، عرفت الموارد اللي احتاجها ابقى انسق ببدايات ونهايات الفعاليات بطريقه ما، بحيث أضمن أنه الفرق اللي أحتاجها يكون وجودها بشكل مستمر على يعني قدر الإمكان، وفي حال أكو أيام معينة ما ترهم يعني بالسكجول أنه تلعب بيها، بعد أضطر يا أما أنا عندي خطة طوارئ أعطيهم مثلا أجور لليوم أو اليومين اللي راح يظلون يتانون بي، أو بعد شوف شنو خطة الطوارئ الأخرى. يبقى هنا أنا هسه لأجل أنه أنا أسوي عملية لتسوية الموارد، أكو عندي نوعين، النوع الأول اللي هو السموذينج، إنه أنا أسوي تسوية للموارد ضمن فترة السماح مع الفعاليات، يعني الفعاليات الحرجة اللي سولفنا بيهن ذني ما ينجاز نظلن ثابتات، عندي الفعاليات غير الحرجة اللي بيها فترة السماح، أحاول أحرك الفعاليات اللي هي خلينا نقول اللي هي غير الحرجة، يعني مثلا هنا أنا أجي على الفعاليات غير الحرجة، مثلا عندي هاي الفعالية بها 5 أيام، هاي الفعالية بها 10 أيام، هاي بها 15 يوم، أجي أحاول أتلاعب بمدد بالبدايات المبكرة مالتهن، بحيث أضمن أنه من أجي أجمع الموارد تكون عندي أكو تنسيق بالفعاليات، مثل ما أخذنا بالمحاضرة اللي فاتت مات البار شارت، إذا نذكر به المحاضرة مات البار شارت، من ردنا نحسب الأمور الخاصة بكفاءة استخدام الموارد، هاي كانت كمقدمة، هسه راح نستفاد منها إن شاء الله بهاي المحاضرة. فلو نلاحظ إحنا ورا ما يعني رسمنا الفعاليات ووزعنا الموارد فطلع عندنا هذا التوزيع التكراري، فنلاحظ إنه الفعاليات صاعدة ونازلة، طبعا هذا نوع واحد كنا إحنا نناقشه من الفعاليات، احنا شلون نقدر نضمن انه هو يصير قدر الامكان خط مستقيم، بحيث انه انا مو اليوم احتاج مثلا خلال هذه الفتره اللي هي الاربع هنقول الايام الاولى احتاج بس، او الاربع اسابيع الاولى احتاج بس 2 من الموارد، انه بتبدي تزداد الى 5، انه بتبدي تزداد الى 7، انه بتبدي تنزل، يعني هاي مشكله، لان انا يعني بالنتيجه يعني العمال ما متوفري لي، يعني هو مو فد بحر مال موارد وانا اجي اغرفه كيف يمتى ما اريد، فهذا سوء تقدير بالنتيجه او سوء اصلا اداره للموارد، فكيف انا اقدر اخليهم حتى اتطابق ويا الواقع، احاول قدر الامكان استهلك
هذا النوع من الموارد بشكل مكافئ بشكل يومي أو بشكل أسبوعي حتى أضمن خلينا نقول الاستهلاك الأمثل للموارد. هذا شلون أنا أقدر أسوي؟ يا أما أنه أجي أتلاعب قلنا هسه لو فرضنا الفعاليات الحرجة هن السي والدي مثلا يعني خلينا نقول فعاليات الحرجة هي الأي والسي والدي والإي وعندنا الجي والبقية غير حرجات، فأبدي أتلاعب بغير الحرجات حسب فترة السماح اللي متوفرة بيهن والسماح يعني الفري فلوت والتوتال فلوت. بالتغيير هذا شنو راح يصير؟ راح يصير عندي المجموع التكراري خلال الأسابيع راح يختلف، فقدر الإمكان أبدي أتلاعب إلى أن أشوف أن صار عندي سموث بس بدون ما أتلاعب بمدة المشروع. هذا اللي هو النوع الأول من التسوية مات الموارد، اللي هو أنه أنا أسوي تسوية للموارد ضمن فترات السماح بدون ما أثر على مدة المشروع. يعني مدة المشروع ما راح تزداد، يعني مدة المشروع تكون مقيدة. أوكي. أما النوع الثاني، النوع الثاني من تسوية الموارد، لا هذا النوع أنه أنا شو أسوي؟ أجي على الفعاليات بعد أنسى شيء اسمه فعاليات حرجة، أنه أنا هذا المورد اللي متوفر مثلا حاليا عندي ما يتجاوز الاستهلاك اليومي مات عن 4، فأنا عندي مثلا بهذا الأسبوع عندي مثلا 7، أنا ماكو 7، شركة ما عندها 7، مثلا عندها 4 آليات أو 5 آليات، ما عندي 7، منين نجيب؟ أوكي. ولا أنه نريد نأجر، لأن ما تسوى أنه المشروع أصلا يا دوب مطلع خلينا نقول أجور اليومية مالته. تعليمات الشركة أنه يابا أوكي فك مط المشروع، يعني خلي تزيد مدة المشروع، ولا أنه أنا أجر لي فد آليات إضافية، أو أصلا هو هذا النوع من الموارد ما متوفر، فد خبراء باختصاص معين مثلا بمشروع مثلا OHL وما متوفر غير شخصين أو 3 خلال فترة حتى يشرفون على التنفيذ، فبالنتيجة المشروع يمط على مودهم بعد، ماكو غير حل. أوكي. فهذا طبعا احنا قاعد نحكي هسه اثناء مرحله التخطيط، فهنا يصير عندي اوبشنين، فمن اجي امط انا الفعاليات ابدي يعني امط امد مده المشروع، فابدي ادفع بالفعاليات ادفع بهن حتى اضمن انه الفعاليه الاستهلاك اليومي او الاسبوع الموارد يكون ضمن الحدود المتوفره، والنوب اشوف مده المشروع الجديده واتناقش بها ويا مثلا المسؤول المباشر، يا بترى انه اذا اريد نمط المشروع او نستخدم فقط 4 موارد فراح لمده مشروع تصير هالقد، فهاي نقاش اخر، وهاي ممكن يعني هاي المده ما يقبل بها الزبون مثلا، ممكن اصلا احنا تكلفنا اجور اضافيه يعني بسبب انه انا كل يوم هو اصلا بفلوس اوفر هيد، وهاي الاوفر هيد اذا نجمعهن تطلع يعني للطانه اغلى من وجه بين قوسين، فهنا النوب يصير نقاش. بس قصدي تسوية الموارد احنا هسه اول شيء نسويها، نوب النقاش معناتها يصير امر اخر، هاي عمليا يقعدون المهندسين ومدير المشروع ويحلونها، بس احنا خلينا نتناقش كيف نسويها. اوكي. فعندنا نوعين، نوع انه انا احرك يعني اسوي تسوية الموارد ضمن مدة المشروع المسموحة بدون ما اغير مدة المشروع، يعني ضمن فترات السماح، والنوع الاخر لا هو بعد ينسى شيء اسمه اكو مشاريع اكو فعاليات حرجه، ويبدي يعيد ترتيب الفعاليات بطريقه ان شاء الله نتعلمها بالمحاضره اللي تجي، ونطلع مده جديده حتى نحقق ما متوفر من الموارد. فلو فرضنا نجي على هذا المثال اللي هو بصوره عامه هذا الواي اكسس يناقش او يبين عدد الموارد اللي طلع بالتوزيع التكراري مثل ما شفنا مثالنا، وهنا عندنا الوقت بالضبط نفس هذا يعني number of resources، يعني بالضبط نفس ما أخذنا بالمثال بالسابق بالبار شارت. فلما ما نجي مثلا على هاي الحالة، هسه هاي مجرد تمثيل لما نتج من الرسم الخاص بالبار شارت والمخططات الشبكية. هسه لما ما نجي على الواقع الفعلي، فنجي هنا النوب نجي نقارن ما متوفر فعلا مع معدل الموارد. أوكي. فلما ما يكون انه عندنا المعدل الموارد اللي موجود، كيف عندنا هذا الار داش، هذا هو معدل الموارد المستهلكه، وكيف نحسب هذا اللي هو المجموع التكراري
مجموع القيمة التكرارية اللي حسبناها احنا بالمحاضرة اللي فاتت، اوكي، عندنا مثلا بهاي حالتنا احنا 79 اللي هو المجموع التكراري مقسوم على 24 يوم او الاسبوع، يطلع عندنا شقد 3.29. هذا المعدل الاستهلاك لو فرضنا نريد نقسمه على، يعني توزيعه بشكل منتظم، يعني كأنما انا يوميا قاعد استهلك ما قيمته 3.29 من هذا المورد. فهسه هذا المورد، هذا الار داش، هذا معدل الاستهلاك بناء على ما خططناه قبل شويه من توزيع الفعاليات. الار واحد هو ما متوفر عند الشركه، يعني اللي متوفر اللي الشركه مهيئته. الا تذكرون بالمثال السابق احنا قلنا اكو شيء اسمه الطاقه المستخدمه والطاقه المتوفره. فاكو متوفر، يعني هنا عندنا مثلا متوفر عند الشركة هو اكس، اوكي. فهذا المشروع كان عندنا العدد الكلي المتوفر من الشاحنات في العمل هو 8، فهذا المتوفر. فهنا الار، لو فرضنا الار واحد اللي هو المتوفر اكبر من معدل الموارد، اوكي، بهاي حالتنا R1 أكبر أو تساوي R2. هاي تحسبها في البداية ورا ما ترسم وتوزع ترسم البارتشات وتوزع الموارد وتحسب المجموع التكراري وتقسم على مدة المشروع وطلع عندك R داش. فإنه بتقارن R داش بما متوفر. إذا R داش أو R اللي متوفر أكبر من R داش فمدة المشروع، إذن إحنا يعني راح نستخدم طريقة الريسورس سموذينج، اوكي. الريسورس موديل اللي هو معناتها انه انا اقدر اسوي تسويه للموارد، اوكي، بما يتلائم ويا خلينا نقول المنطق المتعارف عليه من الاستخدام الامثل للموارد، يعني قدر الامكان يصير سموث، لكن ما احتاج على اثره انه ازيد مده المشروع. اما اذا كان لا، اذا كانت مثلا عندنا ار 2 بهاي حالتنا، يعني ما متوفر من قبل الشركة هو أقل من المعدل اللي حسبناه لو فرضنا لنفس المثال، فهنا معناتها لأجل أنه المشروع يتلائم أو يكيف نفسه مع ما موفرته إلى الشركة من موارد، فراح نضطر أنه نمد مدة المشروع، نزيد مدة المشروع، نتلاعب بالفعاليات ونغير العلاقة المنطقية بيناتهم لأجل أنه نقدر أنه نتكيف مع الموارد المتوفرة. فهذا اللي هو النوع الآخر من التسوية مع الموارد اللي نقدر نطلق عليه، اللي هو Resource Constraint Project أو Resource Scheduling. أوكي، كيف بهاي الحالة شنو هنا بعد نضطر قلنا يعني نزيد مدة المشروع حتى نتكيف مع الموارد المتوفرة. فهنا عندنا التي 2 اللي راح ينتج هو أكبر من التي واحد اللي موجود هنا. يعني بهاي حالتنا لو فرضنا نرجع على هذا المثال مالتنا، فهنا بهاي الحالة اللي هي مدة المشروع 24، لو فرضنا اللي متوفر هو أقل من المعدل اللي طلعناه قبل شوي، فهنضطر أنه نبدي نزحف بالفعاليات حتى نبدي ننزل هذا التوزيع التكراري حتى مثلا يحقق الثنين، وكيف بالنتيجة التي اللي راح يصدر ثاني هو أكبر من التي واحد، وبالنتيجة اللي هو خلينا نقول الار 2 هي اقل من المعدل اللي كان بالبدايه لاجل هذا السبب. فهاي بس مجرد بعض المصطلحات التعريفيه. فاذا كان هنا اللي سولفنا به قبل شوي راح يترجم هسه بهذا السلايد. فاف اللي هو الار افريج، اوكي، فاف ذا ار افريج اقل من الار داش اللي هو المتوفر، اوكي، عفوا هنا لا مو هيك الموضوع. If the R available، هاي الـ AV هي مختصر للـ R available، resource availability، okay، resource available. If the resource available مثل ما قبل شوي شرحنا هي أصغر من الـ R داش اللي هي الـ average resource required، the project will be delayed، okay، اللي هو نستخدم الطريقة الثانية اللي هي resource scheduling أو خلينا نقول resource خلينا نقول constraint. أما فيما يتعلق بإذا المتوفر الـ R average هو أكبر أو يساوي الـ R dash اللي هو خلينا نقول إن الـ R average،
فالبروجكت ويل بي اون تايم، يعني نظل نتلاعب احنا بالفعاليه ضمن المسائل ضمن المدد السماح مالتها، ويصير نتبع طريقه الريسورس سموذنج او ما يسمى بالليفلنج. بس هو عاده حسب الستاندر العالمي اداره المشاريع، تسويه الموارد ضمن فترات السماح من دون تغيير مده المشروع يسمى ريسورس سموذنج، والنوع الاخر يسمى ريسورس ليفلنج. لكن احنا هسه حسب هذا المنهج لا باس نعتمد هاي المصطلحات اللي موجوده حاليا ونعتمدها بالحلول مالتنا. اوكي، فالمعادلات اللي نستخدمها، يعني اول ما تبدون تحلون السؤال مباشره واحد يروح يستنتج الار داش، اوكي، وعنده هو اصلا الار افيلبل ويقارن بيناتهم. فالار داش شلون نحسبه؟ هو مجموع الار على التي. نرجع لمثالنا هذا، مجموع الار هذا اللي كله اللي هو 79 summation of r اللي هو 79 مقسوم على التي اللي هو مده المشروع. اوكي، الار داش قلنا الافرج ريسورس ريكوايرد بير يونت اوف تايم اللي هو يساوي لنا summation r على التي. هاي المعادله مالت r اي في اللي هو ريسورس افيلبل، الار ريسورس ات اني يونت اوف تايم اللي هي خلينا نقول وحده الرمز كانما مات المحور الواي، وعندنا تي اللي هي الكومبليشن تايم اوكي اوف ذا بروجكت. اوكي، هنا بس اكو بس نقص بالحروف. الريسورس ليفلنج او السموذنج، خلينا نقول نجي على الريسورس سموذنج اللي هي الطريقه الاولى، فهي ريسورس ان كونستريند نو ليميتس اون ريسورسز اند يوز افريج ريسورسز. اوكي، فعندنا الموارد خلينا نقول يعني متوفره ونقدر احنا نراوس نفسنا، يعني ماكو اشكال انه في حال زادت الموارد ما لم اهم شيء تزيد عن اللي متوفر. يعني احنا بس نشيك هنا ان هي الموارد المتوفره هي حقيقتها اكبر من المعدل المطلوب للمشروع، فالامور طيبه. بس مجرد نحاول انه بنتلاعب بالبدايات المبكره بس حتى يصير الخط قدر الامكان خط مستقيم مثل ما راح نشوف بالمثال. Project duration constraint. Project duration not allowed to be delayed. فالمدة المشروع فت خط أحمر ما ممكن واحد يتلاعب بيها، فيظل التلاعب فقط بالفعاليات غير الحرجة. Reduce the difference between the peaks and the valleys to avoid the resource fluctuation. فنبدي نحاول نصعد، شلون السهنانة نبدي ننزل بالتلال نصعد بالهضاب قدر الإمكان حتى نضمن عندنا فد اكو انسيابيه باستخدام الموارد حتى نضمن كفاءه استخدام الموارد. انه عندنا ال change the starting time of the of some of the non critical activities. فكيف نحقق هذا الشيء اللي بالنقطه اللي قبلها؟ من خلال التلاعب ببدايه الفعاليات غير الحرجه. خطوات الحل هي كالاتي، انه اول شيء نرسم الـ المخطط اللي هو النود دايجرام فروم ذا بروجكت، يعني نرسم المخطط الشبكي بطريقة المستطيلات. بعدها من خلال التواريخ اللي طلعت لنا والمدد اللي طلعت لنا بطريقة المستطيلات نرسم البار شارت. بعدها نسوي تحميل للموارد مثل ما سوينا بمحاضرة البار شارت. أوكي، نخلي الموارد كل وحدة حسب الأيام أو الأسابيع. بعدها إنه نجمع نسوي aggregation summation resources each time مثل ما سوينا بهاي المحاضرة، يعني أول شيء نسقطهن عليهن إنه بنسقط بشكل عمودي إنه بنجمع. أوكي، بعدها نحسب total resource required اللي هو شيء يساوي إنه summation resource required for all units of time، يعني نيجي نحسب هذا 79 summation. بعدها كاكري the average resources اللي هو summation اللي حسبناه قبل شوي مقسوم على مدة المشروع اللي طلعت من حسابات النود اللي هو مخطط الشبكي. أوكي، لأن لازم تحسبون البدايات المبكرة والنهايات المبكرة، جدا ضروري، ولازم تطلعون الفلوت، هاي واحدة من أساسيات التسوية الموارد. بعدها نرسم ورا ما نسوي البار شارت نرسم الرمز يمثل لي فترة السماح الكلية الفري فلوت على شكل خط منقط يصير بجانب الجزء العلوي من البار شارت المستطيل مثل ما راح نلاحظ. نوم نجي نرسم التوتال فلوت، اول شيء الفري فلوت، نوم التوتال فلوت نخليه بالجزء السفلي للفعالية. بعدها الكريتيكال اكتيفيتي بميزهن بلون مختلف. اوكي، تو بي درون فيرست دو نوت موف ذم، اول شيء نجي نرسم الفعاليات غير الحرجة وما نحركهن. اوكي، ونميزهن بالالوان حتى لا حد يجيزهن.
بعدها نبدأ نسوي shifting the non-critical activities within their free float and total float. فأول شيء نبدأ نحرك ضمن الفري فلوت. أوكي. بعدها النوب نبدأ نحرك ضمن التوتال فلوت. أوكي. النوبة نبدأ نسوي revise the schedule of activities. أوكي. نبدأ النوب يتم تعديل الاكتيفيتيز النوبة الاجريجيت ذا ريسورسز ان ايش تايم. فكل ما نبدا نحرك بالفعاليات نبدا نعيد ال 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 الحل يعني نعيد جمع الريسورسز ونشوف هل انه يعني حققنا تسوية الموارد او لا. فقط ملاحظة مهمة ممكن ما موجودة عندكم بال الملزمة انه احنا we have to start from the last non-critical activity. يعني يبدا التحريك من الأخير. يعني لو نرجع على هذا المثال من أجي أحرك بآخر فعالية غير حرجة والنوب أبدي أرجع. السبب في ذلك أنه أنا أريد أضمن يعني لو فرضنا آخر فعالية بها فترة السماح أقدر أحركها على راحتي للأمام لكن الفعالية اللي قبلها ما أقدر أحركها لما ما أقدر أحركها. ليش؟ لأن الفري فلوت مالتها عادة يصير صفر. إذا كان الفري فلوت صفر وقلنا الفري فلوت هو فترة السماح اللي خلينا نقول ممكن تتحركها الفعالية من دون التأثير على البداية المبكرة الفعالية اللاحقة. فإذا أحرك بيها وهاي ما متحركة راح يعني كأنما أنا قاعد أدفع بهذا وهذا لا يجوز. فأبدي بآخر فعالية أحركها ضمن فترة السماح وعيدا جمع الموارد أشوف شنو صار عندي من تسوية. بعدها أبدي باللي وراها وبعدها أبدي باللي وراها اللي هي غير الحرجة. أوكي. وأبدي كل ما أحرك أجمع كل ما أحرك أجمع حتى أشوف شنو صار عندي من تغييرات بتسوية الموارد. هسه نجي على المثال رقم 1 إن شاء الله ونسولف به ضمن المقطع الفيديو القادم.